حياتنا بالحرب هي خوف ورعب و... يعني بس تجي الطيارة كل عائلتنا بترقد لعند أمها ونقعد منصر كلياتنا بنبكي بنبكي وأمنا بتلفنا وبتقلنا بس أنتو شاهدوا. بدل ما نعيش بسعادة ويعني ورفاهية قاعدين بالقصف والرعب والفقر وجوع والخوف ومنخاف كتير. بتطلع الطيارة علينا بتضربنا وبينهد للدور قدام عيوننا. الحمد لله الحمد لله على كل شيء. يعني إذا تأمل الخبز تأمل كل شيء ببيتنا. منحس البراد تعبى أوقات ما منلاقي حد ما معنا حدا. إما بتروح لعند لعند صاحب الدكان يلي ببيع خبز بتتدين من عنده وبتجي بتجيب لنا الخبز. ونقول الحمد لله الله استجاب لنا دعائه والله يجزيهم الخير. عم بدبرونا الخبز. أنا بوجه رسالة للي عم بقدموا الخبز والزكاة إنه يستمروا بتقديم الخبز والزكاة لأنه يعني الله بكافئهم بكرة بالجنة.